مشاهدينا، رجعنا لكم مجددا مع الفقرة الأخيرة وهي فقرة الترفيه. نرحب بضيفنا في داخل الاستديو. أهلا وسهلا بك عمر طاهر علي. أسأل السلام عليك، كيف الأمور؟ كيفكم أخوانا؟ الحمد لله. وكمان نرحب بمحمد موسى. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أختي. بداية دارينا نعرف كيف كانت بدايتكم وكيف شكلتوا الثنائي الفريق بتاعكم. البداية حقنا ده البداية ده أنا نسينا شغل مثل بيناننا نشوفه فوق علينا، بس ورا نشرناه كمان جماعة عجبهم وشجعونا. بدا بس خلاص بلشنا فوق وقالنا خدمة فوق يا أصلا ماشيين. أصحاب أنتوا؟ أصحاب من جمينا جمين دقاك سوا. هذا بس. أوكي، كيف المحتوى اللي قاعدين تقدموه؟ كيف شكل المحتوى اللي قاعدين تقدموه؟ طريقة فكرتوا فوق كيف؟ والله بالنسبة لنا بدايته كده يعني ما متوقعين يوصل للمرحلة هذه. يعني بداية كده مثلنا شغل قلنا نشوفه ونحن وكي بس، ونشرنا في التيك توك وكي وشنو، وخلاص ناس كالشباب كواجد شجعونا وقالوا لنا نمثل زودو بس نداقوا قد عديل، نحن أصلا شغلنا كوميديات بس وشجعونا وخلاص استمرينا فوق وماشين ماشين ماشين. في يوم ده جابنا في المرحلة هذه. طيب فتحية، الأخوان دايما بيقدموا الفيديوهات بالعامية، أنت نزلنا برا، فشنو السبب اللي خلاكم تقدموا منه؟ والله برا لا للناس البرا اللي ما قارين يجوا عيالهم يقروا، وناس القاعدين هنا كلهم تابعوا الواعي تلقى من صغير قمة ده سارح بالقلم بس وما قرا وبسرع بالقلم بخ ما تكل هادي يقوم، بعدين هو كل ولد كله نفس الشغل لازم بيجيب صغيره بقري في القراءة في البلح اللي كما فيه. طيب إين المال بس قاعدين؟ عشان كده قاعدين تقدم لهم رسالة نقدم لهم توعية توعية عشان خلال الكوميديا. أيوة يقبلوا داخل يجوا يعلم هم ما قروا ما ليش، لكن هم يعلم الدقاق كلهم يجوا يقروا ويعرفوا كل شيء. وهل هي يعني الترفيه حقك بالسودة في التوعية بس حقة التعليم بس، ولا في جوانب أخرى كمان توعية بس توعية وكوميديا بس توعية للناس؟ أنا أكثر ناس بيشوفون الناس البرة ده كله بزي حق النبي الحقهم بيشوفوه وبيجيب لهم فكرة لنفسهم، بيجيب مشاكل يجيب كثيرة. أيوة يجيب عيالهم داخل يقروهم وينفع نفسهم وينفع الآخرين كلها. أوكي، تقدروا أكيد المشاهدين هسه منتظرين دارين يشوفوا تقدموا لهم شان. نقدر نقدم نقدر ندوروا حاجة جاهزين نقدم بس ولنا فاصل فيها. عين درو عمر ومحمد موسى يقدموا لنا كبز، ما دايرين أي شيء، ندوروا في مكانهم ده يقدموا لنا. يصير مكاننا ده. جاهزين. خلاص. خلاص تمام، ما في أي مشكلة. نقدموها. عيدته ماشي انا ليبيا فاد ما فيدك بشيء باي. اها تعال اقعد هنا اقعد معانا هنا اقرا قرايه. الناس اللي ماشي ليبيا كل شيء يسوكي ما في تمش خساره سا. اكيد مشيت امس جنب الفلهمه شغل سيت ليك ما في بل الفلهمه شغل جيت بيكي ما في بوديك القرايه بتقرب بتج شغل كنت بتسوي ولا بنفع قلت ولا بنفع انا شغلاتك تتعال خلها كان ما فيك انت تعال بوديك برا تحرد شغل اخر انا بقول لك ما في. الله بالمشكلة شني؟ نعم عليك المكان داك داك يركب لي فراسي كثير مرة واحد ركب لك فراسك كل شغل بتجيبك ما في كان قال بتجدد بتجيب بتدس الحل ده شيء آخر شغل بتجيبك ما في. المرة دي مجدد لك ما بتجدد فجدد الناس القادمة الناس اللي هناك كلنا نقول لهم كلهم يقبلوا يجي في بلدتهم ويخدموا خدمتهم هنا والريال ما دام قاعد هنا بس ماشي قادر شنو؟ خلاص خاطرة قدك نعم يا بخليه مرة ديك بخليه بشيفة خله هو ده كان خله يقول شغل فايد ليك ما عنده قبل تعال اقعد معنا هنا وي والخدمة كلها هدية الريال قاعد في بلدك حلالك وي عم بتخدم ده شنو كل اليوم هنا فيه شغلك بالسوكي شغلك شلت في ايدك ما من بعده واحد كل ما فيه صحيح عم بتخدم ده الاخدم هنا جنبي هنا بس والتام مكان اخر كده تمشي هنزل. الناس اللي مشوا كل ما جددوا شيء مشوا ماتوا في الصحراء ساكت دفق قلت لكم اطير بس اكلهم شغل سوكي ما فيه كلام ده تعال اقعد جنبي هنا. فالمشكلة أنا مشيت وجيت وشيت وجيت المكان ذاك لقيت لي حلو. حلو ما هي بتاكل في خشمك بتجيب لي أنا شو؟ بلا خشمك بتدس في خشمك وبترب لك سيفات شغل سيتك ترى ما في. غلط تمام تبعت المقرونين وخلوتونا إني هنا تعبانين. المشكلة تو غلطت وخليت أنا ذاتي. أقبل تعال أقعد هنا. تو بنقعد. كان بناء المقاعد كلها تلف اللي يجي هنا يقعد معانا هنا بالبلدين. تو بلدك قاعد يدور شغل الماء ده كي ما في. نزيل. وداوى أقمام كلها سهلوه الأمور كلها سهلت. لا ما شاء الله. بتعمل الدور شنو؟ لا لا السحة زمن الوضع الصعب كل عنين صبرنا لها وقعدنا تو أسهل الوضع عدلت كل شيء بقي تمام شنو اللي بوديك برا؟ قوة تمام ماشي خلاص هيتم اشتغل أقعد جنب هيني بس التان يا بجي بقعد جنبك هيني أقعد هيني بس كان بمشي بحرت كله كان تحرت كان بتخدم كان بتقر كل الخدمة هيني ما قاعدة لا لا قاعدة ده الكلام خلاص تمام ده وصلت لك يا ولدي يا اليوم ما بتسمع الكلام وهي كلها
افهم القصه تو عندك قدام. لا تفهمناها ان شاء الله. هذا الكلام. بنفهم الحمد لله. شكرا على هذه الرساله. فعلا يا شباب بدوا قاعدين يطلعوا يخلوا بلدهم. وفي اعمال في ممكن يفكروا ممكن يسووا اشياء كثيره. لكن للاسف قاعدين بيمشوا دارين المظاهر دارين ترفيه ما له اي معنى ما قاعد بيجيهم باي عائد. فلذلك الله يهديك ابو زي ما قال لك ابوك. والله هذه هي توالتي دي ولا انا ذات اول مشيت كثير مشيت وجيت مشيت وجيت في ارض ليبيا دي وكل بنهايتها شنو ندامه ما بتنفع. طيب شنو الرساله اخر عندكم انتوا قاعدين تقدموها؟ ده انتوا سويتوا رساله بتنهوا بها الشباب عن بلد الغربه والمغامرات اللي ممكن تاديهم الى الهلاك. طيب شنو عندكم رسائل اخرى انتوا قاعدين تقدموها؟ انا الدور ده اي زول بس اوكي برا في الخارج ده يقبل النقمه اللي قاعده فوق بلد هني. اي نقمه قاعده هني. الهم كل شيء سهل، شغل كلام قاسي صعب كما في. زمن الناس صعوبات قاعدين في الخلع، المي يشربوا ما عندهم، ينكت البيار اسد تيو المي في الشارع اي مكان قاعد. بداله شنو بتان؟ شغل زياده من بتان ترى ما في، كان تمشي ينقل اللي هو بس، شغل اخر كمان. عمر انا شفنا لك فيديوهات كثيره ومن ضمن هذه الفيديوهات انت تمثل كونك ذهبت الى مشيت لك حلي اسبانيا وايطاليا. ايوه ايوه نعم. تقدر تهجي لنا واحده من هذه الفقاهات؟ نقدر. يلا تفضل. علي خلى النادي النادم يا جماعة من فجر. سلام عليكم. طيبين أو تكوب دمون ده كمل الذهاب شغله ده. زين ذهابه ماشي. خلاص بجوك وقاعد أنا أقول أتوي الشايب ده بشيلوه بيلعب ده. لا ذهاب 70 سنة بس بلعب لكو. فكوب دمون. نحن نقول السنة الجاية لا أكون نكتبه معاك وقادي. لا لا شكرا. عندك ده جنبك ليونيل ميسي قاعد التليفون جاي يا ميسي السلام عليك. طيبة انت شنو عامل بالسعودية شيء؟ ايه سيدة ما فيك مقبل لقيت البيناتي دي سيدة دسيتة له كشي النام ده شغل في ورسبة شيء وقت لعبك شيك فرق ليه وهنا كان بيتلعب لعبك ده اللعبة هنا زين حرشوك حرشان. لا لا خلاص اكيد هي معناته اللي كان قبل برساقه اللي كان بيساعدتك الاول دي. لا لا شكرا. من اللاعبين هنا برسال قاعد جنب مكاته زين ليفاندوسكي مش الحراتي هو ده توبه الثاني حراتي وقت زين البوريه البربريه. لا لا خلاص لا لا شكرا. هو تو وقت البوريه ومع كوب دهون لما ده هنا تتنقل من خدمه ليك كيف شغلها دي. لا لا خلاص هي تو كان يجيب العمال كان شنو يقول له تارك بيل ما ده السبيل شغل عينه في البوريه غادي. لا لا هي شكرا سلمهم الجماعه اللي معاك جنبك كلهم عندك ده مكنوز اسمها تويتا فيك كله سلمه كثير. بقول توكي ما بالي من من البال بدك بشيفه كيكي ما لقيته امس مشيت في قطر غادي كل ما فتش فوق تحت ما لقيته النام ده مشي انتو انتو ليش شاكيرا قبلها لكم زي ما قبلها حرمانين الهن تاخذها كو هي لا لا خلاص هو المهم مشاكلك ايه هو ما بان لي بس كان معك هو كان معك هو ما راجل زين زمن معاه من قدم القطو انت له فيك تعال فيك دي سويت كده هي سلمه كثير سلمه هو جايب منها صغيره لكم زين جايب تتين كده ترى ورالي نسيت ناس الواحد ما سمى فوقي. لا لا يسلم يسلم كثير واشكره ايش الناس اللي عندي بيكي بنفسك يسلم سمى فوقك دي اللي لازم تقبل ليها شكيرة دي نقبلها ليه شكيرة بصراحة يعني شيء ممتع مرة واحد ما شاء الله اكيد فلميت امور كامل ما لها علاقة بين وقدر من خلالها يعني تخلق البسمه للناس عشان ده بس الناس منتظرين ان شاء الله ده بس ان شاء الله واحد بيكون دائما داير يضحك دي هو اللي هذا هو فموفق موفق صراحه لك مستقبل ان شاء الله واكيد شفنا لك فيديو مع زميلك بتاع ليبيا ما قد تفهم كلامه قد بوجه كلامه كده صح تقدر
ده كلام ما بيقدر يفهم الكلام. هو خليه يساعد اخده شويه. هم سوا قدوه. هو البطل. يلا قدموا لنا. لا هو ده بطل، هو رفيق لي هيكي مع ميسي دول. هو بطل، هو البطل. انت كلام الشات كي نسيته شغلك ده؟ ايه كلام الشات هذا نسيته يعني ما نعرف كل بتنسى ماله من صغير قمت بتاخذ فوق عقل تاله فيك ويجيب هي الكلام نسيته. والله كلامك هذا انا ما نفهم فيه شو تقول انت. نعم؟ شو تقول ما نفهم فيك انت. شو تقول هني كم بتان تافه جدد. نعم؟ ما فهمت كلامك شو تقول؟ ما انت انا هرضى اقول لك ايه؟ الارض انت الشات جافه. ايه الا ما اقول لك ايه؟ الجفاف دهن. يعني الجفاف ده الخريف من فاده؟ ورايا ده يبي يجيب بس تو كان بدورها التابه كلها. الخريف يوم جا كم كم يا نعم جاف هذا وي معناته يباس. هاي يباس في الصيف اصلا ما يابس الصيف. لا إذا شو بنقول لك أنا تو ما أنا فاهم شو بنقول لك تو علي عندي هلا وقت الحالي يعني يا عقر أكتر عقر عندك بس إيه جاند الكلام كله لك نسي ما يمكن تتأثر ما العسر شغله ضر يا شغله ضر أصلا بقوا كان الهناي مرق ده أصلا بقول كلام العرب شنو كانت بلقه شغله نظام كبير ذهب جدا كلهم بعقروا عندك وبجدة ربوا لهم جيجات وكلام العرب بنسى كامل كلام الجد كامل قلب عرف واحد بجدة باهي الباهي هنا تبقى كلام اللي فيه بعيدة تمام هذا ما انت ما واحد بس يا جماعه عندنا في الصحيح كده باهي وقال وتمام ده ما هي واحد بس واحد بس انت شغلك ده تعالوا خلوا النايم اي نايم لقطه القمه بهذه المقروب قوي كان ماشي جاي حج ما اهله بهي يا اقرك يجي بس الفلهم لهم فلهم انت عايز النادي هنا ولا قاعدين في التلفزيون مباشره وخلاته زي ما انت قلت مشينا ليبيا مشينا بلد كثيره فكان كل يوم يومنا ده ما شفناك معفو في النهايه مشينا كيف ولا قبلنا لوطننا ده بس هذا هو الدايم لنا اكيد هذا هو الدايم اكيد فكان كيف ما مشينا فوق هذا شيء وبنمشي كيف كله ده بس الامه الوطنيه هنا تقول لي شباب شنو انت في عمرك اللي قاعدين يمشوا برا واللي بيغيروا لهجاتهم زي ما انتم موضوع راس قاعدين تتكلموا فوق هذا إيه؟ واحد بمجرد ما يمشي بغير عاداته تقاليده كلامه حاجات كثير يعني تو انا بنقول للشباب كل اللي قاعدين برا في الخارج كلهم اخواني واخواتي كلهم اللي قاعدين برا نطلب منهم شيء ونطلب منهم كده يرجعوا يجوا لبلدهم بس مهما يكون انت مشي وين كله وطنك هذا هو الدايم لك طبعا هنا مشينا يا ليبيا تونس نيجر نيجيريا الجزائر مكان كده الحمد لله ما مشينا كده ما في وكله فايدة كما هي في النهاية جينا هنا بس ونطلب منا اللي قاعدين برا في الخارج كل أجمعين اللي في الخارج حتى لو في الصحراء اللي قاعدين برا كله نطلب منهم يقبلوا يجوا أوكي وإنت يعني. تقدر تقدم كمان رسالتك للشباب زي ما كلامه اللي قاله الشباب اللي بيمشوا غالي شيء يقبلوا ما فيه بدأ بتقب بس بجوا وهالين ما بجوا وهالين برهد برسلهم إيجارهم حتى بقبل بجوا الفايدة مني شو منا فايدة لا دا اصبر في مكانك القائد انا القائد هذه من جيت من 2001 من قبل ايه يا اليوم انا برضه اقول لك من زياره ما ادري ما في اي مكان لا ظهر لا ليبيا ليبيا اللي في قلبك ما فيها لحد الزواج شغلنا دايما الدوزه الزواج هسه حالين دي عندي يا الاربع اثنين ماتوا اثنين قاعدين عايشين هسه حالين قاعد فين جمين هنا ما مرق اي مكان منهم ولا يوم رقد منهم برا ما في قائد وقاعد ناكل نشرب ما شاء الله كلام ده اي زول البمر كيك ولا ترى ما فوت خاش مدرة ليه ده أصبر أقوى تني ما لا اليوم ترنام تلقاك يوم تبي فوق البيوت تبي وتاير ده أنت مشي يوم كلام تلقى نهر ما يمشي ويرسل الإيجار قبل يقبل يجي كله قاعد صح الكلام ده أي زول بيشي قبل الحركة يجي قبل يقعد يصبر كان صبر ده وكل شيء صبر نصر أي شغل بالحسن اوكي بالنسبه لصناعه المحتوى اللي انت هسه قاعد تقدمه فوق ده في شباب كثير اتجهوا في الاتجاه ده لكن في بعض منهم ما قاعدين ينطوا رسائل مفيده للمجتمع وممكن يستغلوا بطريقه سيئه ما دول دول دايرين التلافس ادالك ما دايرينها كان نام داير اداله ذوق ما بده يرضى بسي الم ده اي زول خدمه فيه كان تسابق سوق ده لم شنو كل مشيت بيته من السوق مشيت مرات تسابق انا شغل ما من بقى كمان في اليوم تمرك بيتنا انت تقف نفسك ساكت شيء تلقى ما فيه وتمش يرسل لك ايجارك تقبل تجي ده مشكله تجي كل مرات ما تجي كلها
عمر، انتوا في اجتماع مع اصحابك تقدموا في الاشياء دي؟ نعم. هل انتوا شاركتوا في مهرجانات ولا في مناسبات كبيره كمان شاركتوا؟ ابدا. لسه الفرصه كمان سنه فرصه ما لقيناها. لحد الاخ زكريا، يحيى زكريا، لقاني يوم واحد في السوق الكبير وقال لي اعطيني رقمك يوم واحد انا ناديك نازمك في التيلي. قول لي ما شاء الله. شلت لقيت الرقم كده لما نبقى الجماعه ده. انا ذات مره بعد لما نبقى في كوتانا دنجيسوله وحجيت مامو يرفوني وخلاص، قال لي يوم الثلاثاء ان شاء الله نمشي لك نجيبك. بارك الله فيك، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. امين ان شاء الله. ونشوفوك في تقدم ملحوظ. ماشي. انت واخوك. نعم. مشكورين، بارك الله. شكرا وسلم. وشكرنا كل الجماعه المتابعين، كل شكرناكم جميعا. ونشكر الرئيس الدوله محمد ادريس زي بيتنا، ولا الله يقبله بالعافيه. بارك الله فيك. دورنا. ما شاء الله. شكرا.